خطر، لكن قرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه من شاور الناس شاركها في عقولها. إلى وين شاورا وين شاور نمذانا ألا غنسن أين يسنن ولا غنسن في دياوي من شاور الناس شاركها في عقولها. وهو يستشير العلماء من خلال مصنفاتهم، يستشير إم مسنون استكتابين إدجان والتركة ما كنت حصل مرة ثلاث تركة سمور تزمور سوزاليس، ولكن ثلاث تركة نظن إلاق أن وله ألا غن النغر ورص التركة تمسني ذي العلم إلى آخره. التركة المادية من عقارات ومنقولات لها وزنها في حياة الناس، ولكن لا بد أن نوجه الهمم إلى نوع آخر من التركات هي هذه التي خلفها أولئك العلماء.